الحته. بالنسبة إلى عبد وزوجته مش إيديولوجي فقط، هو غباء سياسي نعم وجهل ناتج عن تظاهر بالثقة في النفس وعقدة حقيقية ناتجة عن حيرة، لأني أنا هذا الرجل حكمت معه، كان هو مستشار وأنا كنت مستشار، هو عنده سلطة أكبر باعتباره أنه يمثل في الحزب، كان يتصور أنه يمكن أن يفتك كل سلطات رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة رجل طيب، ولكن أنا كنت له بالمرصاد ولم أسمح له بأن يفعل ذلك. وآخر استقالة قدمها كنت أنا سببها، لأني منعته من تمرير القرار الذي كان سيجعله مسيطرا على سلطات رئيس الحكومة عندما أجلت البحث في الملف الذي قدمه.